قد وقفت خلال الزيارات التي أقوم بها إلى الخارج، وعندما ألتقي ببعض أفراد جاليتنا بأرض الوطن على انشغالاتهم الحقيقية وتطلعاتهم المشروعة. وقد كنا نعتقد أنهم يواجهون بعض الصعوبات داخل المغرب فقط، بل إن عدد منهم يشتكون أيضا من مجموعة من المشاكل في معاملتهم مع البعثات القنصلية المغربية بالخارج. فبعض القناصلة، وليس الأغلبية ولله الحمد، عوض القيام بعملهم على الوجه المطلوب ينشغلون بقضاياهم الخاصة أو بالسياسة. وقد عبر لي عدد من أبناء الجالية عن استيائهم من سوء المعاملة ببعض القنصليات ومن ضعف مستوى الخدمات التي تقدمها لهم، سواء من حيث الجودة أو احترام الأجال أو بعض العراقيل الإدارية. وهنا نثير انتباه وزير الخارجية إلى ضرورة العمل بكل حزم لوضع حد للاختلالات والمشاكل التي تعرفها بعض القنصليات. فمن جهة يجب إنهاء مهام كل من يثبت في حقه التقصير أو الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية أو سوء معاملتهم. ومن جهة أخرى يجب الحرص على اختيار القناصلة الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية والالتزام بخدمة أبنائنا بالخارج، غير أن مشاعر الخبن تزداد لديهم عندما يقارنون بين مستوى الخدمات التي توفرها المصالح الإدارية والاجتماعية لدول الإقامة وطريقة التعامل معهم، وبين تلك التي يتلقونها داخل البعثات الوطنية. فإذا لم يتمكنوا من قضاء أغراضهم، فإنه يجب على الأقل حسن استقبالهم ومعاملتهم بأدب واحترام. وعلى سبيل المثال، فإنهم يعانون من البطء في تسجيل الأسماء بالحالة المدنية وفي تصحيح الأخطاء، مع ما يقتضيه الأمر من وقت وتكاليف بالية. وفيما يتعلق باختيار الأسماء أيضا، فإن اللجنة العليا للحالة المدنية مطالبة بالاجتهاد لإيجاد حلول معقولة للحالات التي تعرض عليها في إطار من المرونة والتفاهم، كما يجب وضع حد للضغوط التي يخضعون لها أحيانا لفرض بعض الأسماء عليهم. ونفس الشيء بالنسبة لمعالجة بطء وتعقيد مسطرة تجديد الوثائق الرسمية والمصادقة عليها. وبصفة عامة يتعين تحسين التواصل والتعامل مع أفراد الجالية بالخارج وتقريب الخدمات منهم وتبسيط وتحديث المساطر واحترام كرامتهم وصيانة حقوقهم. أما فيما يخص المشاكل التي يعيشها بعض المهاجرين عند عودتهم لأرض الوطن، فإننا نؤكد على ضرورة التعامل بكل حزم وصرامة مع كل من يحاول التلاعب بمصالحهم واستغلال ظروفهم. ورغم كل ما يواجهونه من صعوبات، فإننا نسجل بارتياح تزايد عدد الذين يعودون منهم كل سنة لزيارة بلدهم وأحبابهم. لذلك ما فتئنا نعبر لهم عن اعتزازنا بحبهم لوطنهم وحرصنا على حماية مصالحهم. ولتعزيز مشاركة مغاربة الخارج في الحياة الوطنية، ندعو لتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإدماج ممثليهم في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة والديمقراطية التشاركية، كما نجدد الدعوة لبلورة استراتيجية مندمجة تقوم على التفاعل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المختصة بقضايا الهجرة وجعلها أكثر نجاعة في خدمة مصالح مغاربة الخارج، بما في ذلك الاستفادة من التجربة والخبرة التي راقمها مجلس الجالية من أجل إقامة مجلس يستجيب لمتطلعات أبنائنا بالخارج.